اوكي، لان احنا اخر شيء اخذناه كان موضوع دروبينج للنال فاليو، كيف اني اعمل دروب للنال فاليو. لكن كان بيعمل مثلا دروب للرو اللي في نال فاليو، واي كولوم في نال فاليو كان يعمل دروب للرو اللي له. وهذا الشيء كان يعني الى حد ما مناسب، وكان ممكن اني اعمل انا دروبينج للكولومز، اني اعمل دروب للكولوم اللي فيه نال فاليو. هذا الشيء انا مطلوب ما الجا له الا اذا الكولوم انا ما بدي اياه. اذا كان الكولوم انا ما بدي اياه تمام انا بلغيه ما في اشكاليه، لكن كولوم في داتا وهي الداتا انا بدي اياها ولو كان جزء منها النال فاليو، انا مطلوب ما الغي هذا الكولوم، مطلوب هذا الكولوم اني ما الغي. اوكي تفضل عمر، عندك اي سؤال؟ المحاضرات هلا اليوم بدي احاول ان تكون اخر محاضره، وبدي اعطيكم كم من فيديو تتابعوه عشان نكمل في الماده. ويوم الاثنين القادم بدي اشوف الان هل راح اعطيكم محاضره او لا، بس انا بدي احاول اني ما اعطيكم محاضره يوم الاثنين، لانه يوم الاربعاء في الفاينل، فانا ما برغب اعطيكم ماده يوم الاثنين وامتحنكم فيها بعد يعني يومين يوم الاربعاء. فان شاء الله اليوم راح تكون يعني اخر محاضره اونلاين لنا، وما تبقى من الماده راح اعطيكم اياها ريكوردد فيديو، فيديوهات مسجله بتتابعوها لحالكم بكره بعد بكره الجمعه والسبت، بحيث ما بيجي يوم الاربعاء الا انتم بتكونوا مستعدين على الامتحان والماده مكملينها قبل يعني بفتره. بالنسبه للعلامات انا ان شاء الله تعالى على الويكند راح اشتغل على علامات المشاركه واجهزها، عشان قبل ما تفوت على الفاينل تكون عارف يا تجميعك من 50 قديش، اللي هي ال 25 علامه على المشاركه ضمن التقسيم اللي خبرتكم فيه من زمان. تمام يا عمر؟ ولا يهمك يا عمر، الله يبارك فيك. طيب اوكي، الان هون احنا عاملين دروب لنا الفاليو، طيب خلينا نعمل بن. فهيك الان الغالي الروز اللي فيها نال فاليو، الغالي الروز اللي فيها نال فاليو، فالغالي الرو تبع احمد اللي هو واحد لانه في نال فاليو، والرو اربعه تبع علي، والرو سبعه. فهي الداتا رو واحد ملغي، الرو اربعه ملغي، والرو سبعه كمان ملغي لانه انا عامل دروب، والاكسس باي ديفولت بيكون زيرو، زيرو هو للرو، يعني الغي الرو، الغي الرو. اوكي الان ممكن انا اضيف على الدروب للنال فاليو انه انا مثلا بدي الغي الرو اللي فيها الفيرست نال فاليو، بس الرو اللي فيها الفيرست في النال فاليو هذا انا بدي الغيه، فهون بضيف سبست، هون بضيف arguments اللي هو يا سبست، سبست يساوي وضمن براكتس بتحدد شو هم الكولومز اللي انت بدك تتعامل معاهم وتلغي النل فاليو اللي فيهم وتلغي الرو اللي فيه نل فاليو ضمن هذا الكولوم. فمثلا السبست وضعنا الفيرست، سبست وضعناها الفيرست، فهيك الان بيروح لي على الفيرست بشوف لي اي رو فيها الفيرست نل فاليو بلغي لي اياه، غير هيك ما بلغي لك اياهم. فهون انا عامل دروب للنل فاليو للروز اللي فيها نل فاليو للكولوم اللي هو الفيرست. طبعا الكولوم الفيرست اي الفيرست اللي هم رو واحد واربعه، رو واحد واربعه، بينما سبعه راح يبقي لي لانه سبعه الفيرست لإله ما في نل فاليو. طيب ايضا فالغالي الرو واحد والغالي الرو اربعه والرو سبعه خلاليه، والرو سبعه خلاليه، فالغالي اي رو فيها فيرست قيمتها نل فاليو، الغالي اي رو فيها الفيرست قيمتها نل فاليو. لان ممكن انا احدد كولوم او تو كولوم او ثري كولوم او فور كولوم، هذا الشيء برجع لك، ممكن احدد الفيرست كوما السكند، حدد الفيرست والسكند، فهيك الان ببحث لك عن نل فاليو جوا الفيرست او السكند، جوا الفيرست او السكند، اي كولوم فيهم بيحتوي على نل فاليو بلغي لي اياهم، اي كولوم فيهم بيحتوي على نل فاليو بلغي الرو اللي فيه نل فاليو، سواء كان هذا الرو في فيرست نل فاليو او في السكند نل فاليو. طيب ايضا الان لاحظوا معي الغالي واحد والغالي اربعه والسبعه الغاليه، ليش؟ لانه واحد عندك الفيرست في نل فاليو فالغاليه، اربعه الفيرست في نل فاليو الغاليه، السبعه
السكند فيها نل فاليو فالغالية. اوكي. فهي الان السبست بتقدر عبرها تحدد انت شو هي الكولومز اللي انت بدك تتعامل معهم وتلغي الرو اللي فيه نل فاليو لهذا الكولوم. الان في عندنا كمان arguments اخر اللي هو how. how معناها الكيفية. الهاو الآن إما أني، طبعاً هو الهاو لاحظوا معي by default أني، يعني زي or أني or هذا default value لإله. هاو أني أو يعني قيمتها or، يعني إذا لقينا بالفيرست null value أو لقينا بالسكند null value أو لقينا بأي column بتحدده بالسبست هنا null value، بلغي الرو اللي فيه نال فاليو، سواء كان الفيرست او السكند او الحقل الثالث او الرابع اللي انت بتحدده بال يعني سبست. فالان هون العلاقه بين الفيرست والسكند هي اني، سواء لقينا نال فاليو بالفيرست او لقينا نال فاليو بالسكند راح يتم الغائهم، وهي باي ديفولت اني، عشان هيك الغالي الرو واحد واربعه والسبعه، لانه واحد في نال فاليو للفيرست والسكند، اربعه في نال فاليو للفيرست فقط فالغاليه، سبعه في نال فاليو للسكند فقط فالغاليه. لان في عندنا قيمه ثانيه للهاو اللي هي اول. اول معناها علاقه بيناتهم للسبست اند، معناها العلاقه بين الكولومز تبعون السبست اند. يعني انه لما انا احكي هاو يساوي اول والسبست عندي فيرست والسكند، معناها اذا كان في عندنا نال فاليو للفيرست والسكند، اذا كان عندي رو في نال فاليو للفيرست والسكند مع بعض بلغي هذا الرو. العلاقه بيناتهم بتصير اند مش اور، بتصير اند. طيب الان اذا خليت الهاو اول وعندنا سبست الفيرست والسكند، برايكم الان هي الداتا الاصليه بلغي هي الداتا الاصليه؟ لا هي الداتا الاصليه بلغي الان اي روز يا ترى برايكم؟ بالغير. ما راح يلغي دكتور، ما راح يلغي لانه فيش شيء مشترك. طيب مثلا واحد يا احمد عند الفيرست والسكند كلاهما نال فاليو. ما انتبهتش، او انتبهت على اربعه وسبعه. الان اربعه عندنا بس الفيرست فيها نال فاليو، والسبعه عندنا السكند فيها نال فاليو، فالان راح هيك الغي لمين؟ يلغي واحد بس، راح يلغي واحد. ممتاز، هيك راح يلغي واحد بس، لان الواحد عندنا الفيرست في نال فاليو والسكند في نال فاليو اللي هم حاطوا انا باللي سبست، والعلاقه بيناتهم هاو اول يعني زي اند، فاذا مطلوب يلغي لي بس واحد اللي هو رو نمبر 1 رن، فالغى لي الرو نمبر 1 هي 0 و 2 ما في عندنا 1 و 4 موجود وال 5 موجود، والفور موجود. فهيك انت الان بتقدر تحدد شو هي الكولومز اللي انت مهتم فيهم عشان تلغي الرو اللي فيه هذا الكولوم نال فاليو، بتحدده باليا سبست، وبالهاو بتقدر تحط اني او اول. اني بتصير علاقه بيناتهم اور، واذا حطيت الهاو يساوي اول بتصير علاقه بيناتهم اند، يعني هنا وهون. اوكي، هذا الان بالنسبه للدروبينج للنال فاليو هاو والسبست. طيب حد عنده اي سؤال لحد الان؟ حد عنده اي سؤال؟ طيب الان موضوعنا التالي كمان، اذا كان عندك الداتا فيها نال فاليو، وإذا كانت نسبة النل فاليو نسبة عالية، يعني 30% من الداتا فيها النل فاليو لكولوم معين، بالحالة هي أنا صعب ألغي، هذا الكولوم لأنه نسبة النل فاليو عالية. وكانت الداتا مش أرقام، يعني إذا كانت الداتا أرقام رح أعمل ريبليسمنت للنل فاليو بالمين أو بالميديان، هذا الإشي برجع لك، مع أنه المين أنسب، لكن افرض انه الداتا كانت عباره عن ديت او عباره عن سترينج،
عبارة عن string أو عبارة عن date. بالحالة هاي أنا مش مناسب وصعب إني أستبدل الداتا بالمين، لأنه ما رح يكون عندك مين، ما رح يكون عندك وسط حسابي، ما رح يكون عندك وسط حسابي، لأن الميديان قد يكون موجود لكن الميديان يعني ما رح يكون معبر عن البيانات. لما تحكي أنت عن date أو عن string زي أسماء، زي تخصص الطالب مثلا، زي الجنسية، طالب جنسيته سورية أو سعودية أو أمريكية أو أردنية إلى آخره، فبدك أنت الآن بيانات يعني مناسبة. ففي عند الآن طريقة أخرى أني أنا أعمل replacement للداتا، أني أنا أعمل replacement للبيانات. هلأ دروبنا راح أنا أعمل له comment عشان أبقي بالdata frame 2 فيها null values. data frame 2 of مثلا ال first dot fill نا filling للنال value in place equal true. وعندنا الآن الميثود عندنا forward fill. forward fill forward fill يعني بيعمل لك، بيدور لك على النل فاليو وبيعمل لك replacement لإلها بالforward، يعني عنده قيمة بعديها النل فاليو، فبيستبدل النل فاليو بالقيمة، بالقيمة هاي. أوكي، الآن خلينا نطبق هذا المثال ولاحظوا معي إنه أنا على الفيرست، على الفيرست بدي أشتغل الآن على الفيرست. اوكي طيب الان خليني اعمل run. اوكي الان عندنا الفيرست سكند. طيب اوكي عندنا مشكله الان هون بالميثود. اوكي بدنا نحدد فيها الاكسس، ما في اشكاليه. طيب هي الان اول شيء الميثود الان بليس راح الغيها وراح احدد فيها الاكسس، اكسس ايكوال ام 0، اكسس ايكوال 0. اوكي طيب الان راح يعمل رن. اوكي هاي نضيف الان بليس. دكتور بدون ما تحدد الاكسس انت مش عامل برنت بعد الجمله. عفوا انت مش عامل برنت دي اف 2. تمام اوكي اشكرك، لانه انا ما حددت الاكسنت نفس الجمله الاولى وعادي يعني. طبعا نعم صحيح، لانه باي ديفولت راح يكون اكس ايكوال 0. تمام اشكرك. طيب الان هي الفيرست عندنا قبل ما اعالج النل فاليو، وهي لاحظ معي عندي 22 نل فاليو و9، صار عندي 22 و22. فهو عمل فورورد فيل، يعني لقى داتا بعديها في نل فاليو فعمل فورورد فيل، داتا عمل فيلينج للنل فاليو اللي بعديها. الان بعدين عندك 20 نل فاليو، 20 والنل فاليو هي رو 3 و 4. الآن 20 3 فعمل forward fill ل 4 فصار عندنا 20. فهيك عملنا forward fill، إنه وين ما بتلاقي null value خذ القيمة اللي قبله واعمل forward fill، استبدلها كforward بشكل إلى الأمام. ممكن هذا الشيء أنا أطبقه على السكند، ممكن أن أطبقه على الفاينل. الآن ممكن أنا أعمل filling عكسي، بدل ما أنا أخذ القيمة اللي قبل يعني الـ 22 أعمل forward fill للـ net number. هاي 22 عملنا forward fill للـ net number، والـ 20 عملنا forward fill للـ net number. ممكن أنا أعمل backward fill،
باكورد فيل، انه خذ القيمه اللي قبل اللي بعدها واعمل باكورد فيل. فاذا بختار باكورد فيل هي بي فيل، فبياخذ التسعه بيعمل فيلينج للنت انمبر، بياخذ ال 22 وبيعمل فيلينج للنت انمبر او للنل فاليو. هذا هو الباكورد فيل، او عندنا الفورورد فيل. اوكي طيب، الان خليني انا اغير على الميثود. الميثود يساوي بدال يعني فورورد فيل باكورد فيل، بي فيل باكورد فيل. فباكورد فيل الان بياخذ القيمه اللي بعد النت انمبر زي يعني 9 وبيعمل باكورد فيل، بيعمل فيلينج للنل فاليو، بيستبدلها التسعة بضع بدال النل فاليو. وبالنسبة لرو 4 و5 عندنا رو 5 في عندنا قيمة 22 واللي قبلها نل فاليو، فبتم استبدال النل فاليو بال22 فبيعمل باكورد فيل، باكورد فيل. طيب ايضا فلاحظ معي عندنا احمد وكمال 9 و9. طيب خلينا نشوف الفاريبلز ان داتا فريم 2 اوكي لا جبنا الماشي القديم تمام. فالان عندنا كان 22 نت انمبر و9، فبستبدل النت انمبر ب9، فالتسعة هاي بيعملها بيعمل ريبليسمنت للنت انمبر فيها، فصار عندك 22 9 9. الان بالنسبه لسطر 4، سطر 4 علي الفارس ليلو نت انمبر، فبستبدل النت انمبر هي بالقيمه اللي بعدها اللي هي 22، ف22 بيعملها باكورد فيل، باكورد فيل، فبتصير عندنا 20 22 22، هي صارت 20 22 22. فاستبدل رو 4 الفارس اللي ليلو بالقيمه اللي بعدها اللي هي 22 تبعت رو 5. فهذا هو اما الباكورد فيل او الفورورد فيل. فانت هيك الان بتقدر انك تعمل ريبليسمنت للنل فاليو حتى لو كانت هاي النل فاليو موجوده في كولوم في اسماء، في اسماء الاقسام، في الجنسيه مثلا، في الجنس، يعني في بيانات مش رقميه، في بيانات مش رقميه. لان لو كانت عندك بيانات رقميه ارقام انا مش مضطر استعمل لا الفورورد فيل ولا الباكورد فيل، انا راح استعمل المين. المين راح يكون انسب الى حد ما لما اتعامل مع الارقام وعالج النل فاليو اللي له. لكن اذا انا بتعامل مع النص او سترينج بالحاله هي انا بدي استخدم الميثود اللي هي يا فورورد فيل يا يا باكورد فيل. الان في حاله استعملت الاكسس واحد، طبعا هي اكسس باي ديفولت زيرو، اذا انا استعملت الاكسس واحد بالحاله هي بياخذ لك الباكورد فيل من الكولوم الاخر، من الكولوم الاخر بيستبدل قيمة الفيرست، لأن أنا هون بتعامل مع الفيرست، بيستبدل النال فاليو للفيرست بالكولوم الآخر، إما الكولوم اللي بعده أو الكولوم اللي قبله، إما الكولوم اللي بعده أو الكولوم اللي قبله. طبعا هذا الشيء، هذا الشيء غير مناسب، يعني غالبا مش رح يكون مناسب، يعني لأنه شو علاقة الفيرست مع السكند أو شو علاقة الفيرست مع الإيدج مثلا. لكن هو خاصية موجودة عندنا في البرمجية. طيب الآن خلينا نطبق مثال بي فيل باكورد فيل والأكسس عندي واحد. طبعا عندنا الكولوم نيم ايج فيرست والسكند، فالباكورد فيل انه بياخذ غالبا قيمه السكند وبيستبدل لك اياها بالفيرست، يعني بيستبدل النال فاليو للفيرست بالسكند. هاي رن اوكي لحظه معي نو اكسس نيم فور وان اوبجكت، اعطاني عليها الان في هي الحاله اعطاني عليها ايرور، اعطاني عليها ايرور. اوكي فالان انا راح ارجع الاكسس الى زيرو. طيب هذا الان الباكورد فيل والفورورد فيل. طيب شباب حد عنده اي سؤال لحد الان؟ حد عنده اي سؤال؟ اوكي طيب الان في عندنا ميثود راح اعطيكم اياها print data frame 2 of مثلا second second dot value counts dot value يعني counts. فهنا هيك بدي بدي اطلع الفاليو يعني counts للسكند، value counts للسكند. فن
فهيك عطاني السكند والكاونت لكل قيمة. 9 عددها يعني 3. طيب هاي داتا فريم 2 السكند، هاي السكند لاحظ معي 9 عندنا 1 2. اوكي طيب عندنا ال 18 مثلا الكاونت لها 2 سكند، عندنا 18 الفاليو لها الكاونت لها 2. طيب ال 15 ال 14 الكاونت لها 1. 15 عندنا 1، 14 عندنا 1، وعندنا ال 20 2 عندنا قيمتين بال 20، هي قيمتين. فهيك اعطاني الكاونتس لكل قيمه قديش عددها تكرارها. طبعا الان عندي 3 و2 و2، هي 2 و2 4 و3 7 7 8 9 10 11 12، فاعطاني 12 قيمه، اعطاني ال 12 قيمه وما اعطاني، اوكي انا مش عارضها باكملها، ما اعطاني للنل فاليو، ما اعطاني الكاونت للنل فاليو. مثلا الكاونت يعني ل 9 3، فالتسعة عندي 1 2 و3. الكاونت ل 18 2، 18 هي عندي 18 وهي 18 2. الكاونت لل 20 2، هي ال 20 1 وهي ال 20 2. فهيك الان تقدر تاخذ كل فاليو للسكند قديش التكرار اللي لها. لكن النل فاليو ما اعطاني اياهم، عدد النل فاليو ما اعطاني اياهم. الان بقدر اني انا اعدل على الفاليو كاونتس، انه الفاليو كاونتس باي ديفولت بلغي لك او عفوا ما بياخذ بعين الاعتبار النل فاليو. فممكن اضيف عليها الدروب نا، الدروب نا هذا عباره عن argument يساوي فولس، انه ما تعمل لي دروب لنا لما تحسب لي الفاليو كاونتس، يعني خذ النل فاليو بعين الاعتبار. فالدروب نا حكي له انها فولس، يعني اعطيني حتى الفاليو كاونت للنل فاليو. ايضا فاعطاني البيانات واعطاني النت انمبر، اعطاني النت انمبر هنا 2، انه لا داتا فريم 2 في عندي انا نت انمبر 2، عندي نت انمبر 2 هم قيمتين، وهدول التكرار للقيم لاحظوا معي 3 و2 و2 و2، هي 6 و3 9 10 11 12 13 14، وانا عندي 14 قيمه، انا عندي 14 رو، عندي 14 رو. فهذا هو الميثود فاليو كاونتس، تقدر عبرهم انك تعرف عدد القيم لكل متغير قديش كل قيمه والتكرار اللي لها، بتقدر تحسب النت انمبر تاخذها بعين الاعتبار، بتقدر انك ما تاخذها بعين الاعتبار. اوكي حد عنده سؤال يا شباب لحد الان؟ حد عنده سؤال؟ عزام عندك اي سؤال؟ تمام دكتور، اسف نسيت المايك. اوكي ما في اشكاليه. طيب خلينا نعطيكم الان مثال اخر قبل ما نبلش معكم بالسايكت ليرن. برنت لا داتا فريم 2 اوف داتا فريم 2 اوف الفيرست دوت از نال. مين يحكي الان هذا الكود ايش راح يعطينا؟ هذا الكود ايش راح يعطينا؟ لاحظوا معي الان انا هون عم بشيك على داتا فريم 2 للفيرست انه هل هو از نال. ما دام نال فاليو للفيرست اعطيني الرو، اعطيني الرو للداتا، اعطيني الرو للداتا اللي فيها الفيرست نل فاليو، فيها الفيرست نل فاليو. اوكي نحن هون عملنا ريبليسمنت. طيب رن ما اعطانا شيء لانه انا عامل معالجه للنل فاليو، لان خليني هي المعالجه انا اعملها كومنت، انا اعملها ك يعني كومنت، او ممكن انا قبل ما اعالجها انا هون عامل يعني كوبي ل داتا فريم 1 الى داتا فريم 2، خليني كمان اعملها كوبي لداتا فريم 3.
خليني اعملها كوبي لداتا فريم 3، فهيك باخذ كوبي كوبي من داتا فريم 1 بضعها بداتا فريم 2 كمان بضعها بداتا فريم 3 بحيث يبقى فيها البيانات الاصليه اللي هي داتا فريم 3 اللي هي فيها النال فاليو. فالان انا بغير الكود الى داتا فريم 3 وهنا داتا فريم 3 يعني بعمل اكسس على الداتا الاصليه اللي فيها النال فاليو. هاي ران اوكي لا تزال طيب ما في اشكاليه. والان داتا فريم 3 يساوي داتا فريم 1.copy. لانه احيانا لما تعمل assignment بين داتا فريم لا يعني داتا فريم بيعتبرها عندك اوبجكت واحد له اسمين، اوبجكت واحد له اسمين، فتعديل على اي واحد فيهم بينعكس على الثاني. طيب run اوكي. فالان هيك اعطانا الداتا فريم 3 اللي فيها نال فاليو للفيرست، اللي فيها نال فاليو للفيرست، وهذا هو داتا فريم 3. لاحظ معي النال فاليو للفيرست هي الان ظاهره امامنا اللي هي الرو 1 والرو 4، فاعطاني الرو 1 والرو 4 اللي هم الروز اللي فيهم فيرست نال فاليو، الروز اللي فيهم الفيرست نال فاليو. طبعا ممكن انا الان اطلع اسماء الطلاب اللي علاماتهم الفيرست نال فاليو، ممكن اطلع اسماء الطلاب اللي علاماتهم الفيرست نال فاليو اني اضع الان براكتس سلايسنج عادي. هلا صارت سلايسنج عادي زي ما اخذناها في بدايات المحاضرات في موضوع البانداس. النيم النيم فهيك الان بيعرض لك داتا فريم 3 النيم للي له الفيرست نال فاليو، للي له الفيرست نال فاليو. هاي رن عرضنا النيم اللي هم احمد وعلي، 1 احمد 4 علي، هي 1 احمد و4 علي اللي له الفيرست نال فاليو، اللي له الفيرست نال فاليو. طبعا ممكن اعرض النيم مع الايدج، النيم مع الايدج مع الفيرست، سلايسنج عادي، هذا صار سلايسنج عالي عادي. هذا هو الفانكشن الازنل، واخذنا فانكشن عكسه اللي هو ايش؟ نت نال. فانكشن عكسه اللي هو نت نال، هي نت نال. نت نال يعني اعطيني الروز، اعطيني اسماء الطلاب الفيرست لإله في قيمه، الفيرست لإله في قيمه، يعني عكس النت عكس النال فاليو هي نت نال. رن فاعطاني الطلاب اغلبهم الا واحد واربعه، الا واحد واربعه، لانه واحد واربعه فيهم نال فاليو، فاعطاني كل الطلاب الا واحد واربعه، هذول الطلاب اللي الفيرست لهم قيمته مش نال فاليو، الفيرست لهم قيمته مش نال فاليو. اوكي انا هيك البانداس اظن انهيته او انهيت الجزء اللي بدي اعطيكم اياه. هي البانداس لايبرري ضخمه جدا ورائعه جدا، اذا بدك تتوسع فيها ابحث عن الانترنت رح تلاقي مراجع كثيره، ورح تلاقي كثير ناس مشتغلين عليها بموضوع الداتا ساينس. يعني هي اللايبرري اذا انا بدي اشرحها ممكن اقعد فصل كامل عليها، لكن انا عم بعطيكم اجزاء منها او عم بعطيكم الاشياء المهمه يعني او بشوف انها مهمه لموضوعنا في الداتا مايننج. اوكي شباب طيب حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ طيب الان رح نبدا نحن بسايكت ليرن. هي عبارة عن لايبراري نقدر عبرها نعمل ماشين ليرنينج ونعمل كلاسيفيكيشن وكاتيجورايزيشن للداتا، نعمل عبرها يا كلاسيفيكيشن للداتا. اسم اللايبراري سايكت ليرن اللي هي اختصارها اسكي ليرن، اي لايبراري اسمها اسكي ليرن. طبعا في لايبراريز كثيرة بالبايثون تقدر عبرها تعمل ماشين ليرنينج ويعني كلاسيفيكيشن وكاتيجورايزيشن، لكن انا وجدت هي اللايبراري قد تكون هي مناسبة لكم. فأول شيء الآن import sklearn، import sklearn طيب خليني أحكي from scikit-learn، from scikit-learn import tree، import tree راح أعمل import ل tree. فبالتالي أنا الآن بدي أعمل classification باستخدام الـ decision tree، راح اعمل كلاسيفيكيشن باستخدام ديسجن تري.
هذا راح يكون أول مثال عندنا على عملية على عملية اللي يعني classification. طيب الآن راح أنا أدخل بيانات على شكل ليست عادي، بعد هيك راح نأخذ مثال آخر إنه تكون بيانات موجودة عندي على إكسل فايل. الآن أول شيء عندي أنا الهايت اللي هو الطول، بعدين عندي الويت اللي هو الوزن، وآخر إشي الشو سايز اللي هو حجم نمرة القدم. الآن بناء عليها أنا بدي أعمل بريدكشن للجندر، بناء عليها أنا بدي أعمل بريدكشن للجندر، هل هو فيميل ولا ميل؟ طبعا بناء على داتا موجودة عندي. الآن الداتا راح تكون عبارة عن X يساوي list عادي، وهي الليست فيها سب ليست. الداتا عندي 181 80 44، هذا لأول بيرسون أو لأول واحد. شوز الهايت لإله 181، الويت لإله راح يكون 80، والشوز سايز إله راح يكون 44. للشخص الآخر 177 70 و 43. الشخص الثالث راح يكون 160 60 38. الرابع 150 54 54 37، كوما انتر 166 165 و40. اللي بعده الليست اللي بعديها 190 90 47، والليست اللي بعدها 175 64 39 171 72 43، وأخيراً 181 85 أو 84 85 و 43. فهي عبارة عن list X فيها الداتا اللي هي الهايت الويت والشو سايز. أول إشي الهايت، بعدين الويت، بعدين الشو سايز. الآن العدد الداتا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، فهي داتا لتسع أشخاص. هي داتا لتسع أشخاص، طبعا هي داتا صغيرة كتير، هذا لأنه أول مثال عندنا هي داتا كتير صغيرة. بعد هيك راح نأخذ مثال على داتا فيها مئات، بل قد يكون فيها آلاف الرو. الآن هذا الإكس. الآن الواي يساوي اللي هي التارجت، واي التارجت، لأنه بتعرف أنتوا الآن بيلي يعني كلاسيفيكيشن، بيكون عندك داتا، بيكون عندك اللي هي تارجت. الداتا اللي هي زي الانبوت، والتارجت اللي هو الإشي اللي أنت بدك تتوقعه، أو بدك اللي يعني كلاسيفاير يتوقعه. فأنا الآن بدي أتوقع التارجت اللي هو واي، اللي هو الجندر، هو في ميل ولا ميل، بناء على الهايت والشو سايز والويت، بناء على الإكس، بناء على الداتا. أنا الآن بدي أتوقع أعمل يعني بريدكشن للتارجت اللي هو الجندر، اللي هو في مثالنا هون الواي. فميل لأول إليمنت، ثاني فيميل، ثالث فيميل. طبعاً بدي أكتب الفيميل زي باقي الفيميل، والميل زي باقي الميل، لأنه الآن بالتارجت أنا عندي هون خيارين، إما ميل أو فيميل. فما تكتب للميل مرة كابيتال مرة سمول، أو الفيميل مرة كابيتال مرة سمول، لا، أكتبها بالسنتاكس واحد. أو إذا بدك أف وأم بصير، ما في إشكالية. طيب ميل فيميل فيميل، بعدين كمان فيميل، بعدين ميل، أوكي، ميل فيميل فيميل فيميل، ميل ميل ميل، هاي ميل، هاي ميل، وفيميل كوما انتر ميل. لأن العدد تبعهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9، نفس عدد الإليمنت بإكس نفسه.
يعني اول داتا اللي هي الهايت والويت والشو، هاي عباره عن داتا لاول اليمنت اللي هو ميل. الداتا الثانيه للفيميل يعني لشخص او لفتاه. الداتا الثالثه هاي لفيميل. الداتا رقم أربعة هاي كمان لفيميل. الداتا رقم خمسة هاي لميل. الداتا رقم ستة لميل. الداتا السبعة لميل. الداتا ثمانية لفيميل. والداتا الأخيرة لميل. فهي الداتا موجودة عندي كليست. أوكي، الآن أنا راح أنزل الهيدروجين تري كلاسيفاير على متغير، مثلاً راح أسميه CLF كلاسيفاير، اختصار لكلاسيفاير تري. بدي استعمل اللايبرالي او الميثود اللي انا عامل امبورت لها، او السب لايبرالي انا عامل امبورت لها اللي هي تري، اللي انا عامل امبورت لها من السايكت ليرن، عامل امبورت لها من السايكت ليرن. طبعا الان السايكت ليرن اذا مش نازله عند البعض او ما اشتغلت وكاتب الكود الصح بالحاله، انت بدك تعمل بيب انستول، بدك تعمل انستول لللايبرالي زي ما عملنا انستول للنمباي او للبانداس او لل الماتبلوتليب او لاي لايبراري ثانيه. الان تري دوت ديسيجن، طبعا الدي كابيتال، الدي كابيتال، فبيطلع عندك ديسيجن تري كلاسيفاير، بيطلع عندك ديسيجن تري كلاسيفاير الدي كابيتال، والتي كابيتال والسي كمان يعني كابيتال. فراح اختارها انا يا ديسيجن يعني كلاسيفاير، ودوت فيت ودوت فيت، وراح اعطيه الاكس وواي، راح اعطيه اكس وواي. الان انا هون لاحظوا معي مستعمل السب لايبرري، السب كلايبرري تري اللي تابعه للسايكت ليرن، ومستعمل الديسيجن تري كلاسيفاير، مستعمل ديسيجن تري كلاسيفاير ودوت فيت. دوت فيت انا هون عامل تريننج لل عامل تريننج لل يعني كلاسيفاير، انا بعمل تريننج لإله، عم بدربه، عم بعمل تريننج لإله، عم بعمل تريننج لإله. فبالتالي لما استعمل ديسيجن تري كلاسيفاير دوت فيت انا هون عم بعمل تريننج، عم بعمل تريننج للكلاسيفاير، وعطيته الانبوت او الداتا والتارجت. عطيته الانبوت اللي هي الاكس او الداتا، وعطيته التارجت، التارجت اللي هو واي. اوكي، هذا الاشي انا نزلته على متغير سميته CLF او اي اسم بدك اياه، ما في مشكله. بعد ما عملت تريننج انا لل يعني كلاسيفاير، الان بدي اعمل بريدكشن، الان بدي اعمل بريدكشن، بدي اتوقع، اعطيه داتا معينه واحكي له بناء على ال ديسيجن تري اللي انت عملته، بناء على يعني التريننج اللي انت عملته، شو البريدكشن، شو الاشي اللي انت توقعك اذا انا اعطيتك الهايت والويت والشو سايز. فالان بريدكشن فاريبل هذا يساوي سي ال اف، نستعمل الفاريبل سي ال اف اللي انا نزلت عليه الديسيجن تري كلاسيفاير ودوت فيت، نزلت عليه عمليه التريننج. انا الان بدي استعمله سي ال اف دوت بريدكت، سي ال اف دوت بريدكت، بدي اعمل بريدكشن، بدي اعمل بريدكشن، بدي اعمل توقع. وهذا البريدكشن بدك تعطيه الان داتا، بدك تعطيه داتا، داتا زي الاكس يعني داتا. فانا الان بدي اعطيه داتا، طبعا الان بدي ادخله داخل دبل براكتس لانه راح اعطيه ثلاث قيم اللي هم الهايت والويت والشو سايز، فبدي اعطيه ثلاث قيم، فبدي احطهم داخل دبل يعني دبل براكتس. مثلا 190 إذا كان الهايت 190، وإذا كان الويت 50، وإذا كان الشو سايز 33. شو توقعات الكلاسيفاير بناء على التريننج اللي هو عملها؟ شو الجندر لهي الداتا؟ شو توقعاته للجندر لهي الداتا؟ هل هو فيميل ولا هو ميل؟ هل هو فيميل ولا ميل؟ وبعد هيك أنا بطبع النتيجة، بطبع النتيجة، بطبع البريدكشن، بطبع البريدكشن. اوكي طيب هاي رن، لاحظوا معي اخذ وقت يعني التريننج، وبعد هيك اعطاني ميل. توقعاته هو بناء على الداتا اللي انا اعطيها انه ميل. لاحظوا معي انه غالبا الميل يعني غالبا الطول بيكون له اطول من الفيميل، والويت
والشو كمان سايز بيكون غالبا كبير. يعني هون عندنا طوله طويل لكن الويت له كتير قليل 50 والشو سايز 33 كمان كتير قليل. فهو توقعاته بناء على الداتا اللي انا اعطيته اياها توقعاته انه ميل. طيب لو عملت ران ثاني اعطاني فيميل، اعطاني فيميل لانه يعني اقرب انها تكون فيميل هاي بناء على الداتا اللي انا اعطيها، لانه غالبا حسب نحن ما بنشوف احيانا بيكون يعني وزن الفتاة اقل من وزن الشاب، حجم نبرة القدم بيكون اقل والطول غالبا بيكون اقل غالبا حسب ما نحن بنشوف يعني. طب هي رن ثالث فيميل، رن رابع ميل، رن خامس ميل، رن سادس ميل. اوكي لان طيب لو انا قللت الطول الى 150 قللت الطول غيرت على الداتا، هاي رن فيميل رن فيميل رن فيميل رن فيميل، لاحظ معي الان خلاص هو ثبت على الفيميل لانه بناء على الداتا اللي انا اعطيته اياها وبناء على يعني تريننج اللي هو عملها يحكي لي هاي فيميل. صعب صعب ان تكون ميل حسب الداتا المعطاة له. اوكي الان خليني اخلي الهايت 180 الويت اخليه 80 والشو سايز 43، شو سايز 43 هاي رن توقعته انه ميل، رن ثاني بريدكشن ميل، رن ثالث ميل سوري رن رابع كمان ميل. فهون هون الان كمان مثبت على الميل خلص بحكي لي انا رايي انه عباره عن ميل، لان انا ممكن اعطيه اكثر من ليست عشان يعمل بريدكشن لها. هاي اول ليست وهي الليست الثانيه مثلا 140 كما 40 كما 38، هي انا اعطيه تو ليست رن ميل وفيميل، اول وحده توقعاته ميل والثانيه توقعاته فيميل، هاي كمان رن توقعاته ميل فيميل، كمان رن ميل فيميل، كمان هون مثبتهم على انه اول وحده توقعاته ميل والثانيه توقعاته انها فيميل. طبعا هذا كله بريدكشن كله توقع، يعني في نسبة صحة وفي نسبة خطأ، يعني بالغالب بتلاقي في نسبة خطأ أكيد. ولا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن هذا توقع عندي. طيب شباب في حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي سؤال؟ طيب اوكي لان الفايل الاكسل امامنا اسمه يعني بوزيشن 32، هذا الفايل بيحتوي على الداتا. لاحظ معي الشركه اللي بيشتغل فيها، الموظف بيشتغل بشركه جوجل او اي بي سي او فيسبوك. الموظف الان ايش رتبته بالشركه، اما سيلز اكسكيوتيفز او بزنس مانجر او بروجرامر الى اخره. لان هذا الامبلوي ايش الدرجه الاكاديميه له، بكالوريوس ماجستير الى اخره، بي اس سي يعني بكالوريوس الام اس سي اللي هي ماجستير، واخر شيء اللي هي السالري تبعه هل هو مور ذان 80K، هل هو اكثر من 80K 80000 دولار بالسنه. طبعا هذا في امريكا مش عندنا، فهذا هو راح يكون السالري للامبلوي، هل هو اكثر من 80000 ولا لا، هل هو أكثر من 80000 ولا لا. الآن هاي هي الداتا، الآن هاي هي الداتا اللي أنا بدي أعمل تريننج يعني كلاسيفاير، وهاي التارجت وهذا الآن التارجت، هذا التارجت اللي أنا بدي أعمل بريدكشن لإله، هل دخله أكثر من 80000 ولا لا، هل دخله أكثر من 80000 ولا لا. طبعاً الآن ما في عندنا ولا نل فاليو، واضح هذا الشيء. اذا كان في عندنا نل فاليو بدي اعالجها، بدي اعالجها طبعا بما انه هي عباره عن نص بدي اعالجها بالباكورد فيل او بالفورورد فيل. المين ما راح يزبط عندنا هنا لانه الداتا كلها عباره عن نص. الان في عندنا موضوع انه الداتا عندي كلها سترينج، داتا عندي سترينج، فانا الان بحاجه اني احول هي الداتا من سترينج الى نمبر. طبعا في عندنا ميثود راح ناخذها بتحول لك الداتا الى نمبر، لانه الكلاسيفاير ما بيقبل بيانات الا ارقام، الكلاسيفاير ما بيقبل بيانات الا ارقام، فانا بدي حاجه اني احول البيانات الى ارقام
بعد هيك بقدر ادخلها على الكلاسيفاير. المثال السابق اللي انا طبقته كان الانبوت اللي هو الاكس كان كله ارقام، الويت والهايت والشو سايز الى اخره، هذول كلهم كانوا عباره عن ارقام، لان قد تكون الداتا مش ارقام بحاجه تحولها الى ارقام، الى بيانات رقميه، وهذا الشيء رح ناخذ ميثود بنقدر عبره ان نحول البيانات الى ارقام. طيب تفضل عمر، عندك اي سؤال عمر؟ عمر يا عمر، هذا شوف علاماتكم بالمد ممتازة يا عمر، علامات المشاركة يعني جيدة جيدة، لأن المشاركة أنا راح أخذ كويز بعين الاعتبار، راح أخذ الغيابات، راح أخذ الأكتيفيتيز، وإن شاء الله خيرا إن شاء الله خيرا. إن شاء الله خيراً.